للأسف النهارده حصلت حادثة غريبة جدا، الاعتداء بالألفاظ بالسباب بالأب والأم على حارس مرمى الاتحاد السكندري أحمد يحيى. الاتحاد السكندري هو الراجل ضغط على نفسه عشان يقدر يلعب الماتش بتاع النهارده، ورغم وفاة أخوه امبارح، شقيقه توفى أمس، وهو خلص واجب العزاء وأصر إن هو ما يفرطش في الفريق وما يسيبش فريقه ويقف في ظهر فريقه ويلعب المباراة. دخل فيه 5 أهداف النهارده، 5 أهداف ملهوش هو أي يد فيهم، كلهم انفرادات، كلهم أخطاء لعيبة تانية، مش أخطاء هو شخصية. كانت النتيجة إن جماهير الاتحاد السكندري كان يثبت اللاعب بالأب والأم بدون أي سبب وبدون أي داعي. اللاعب انهار في وسط المباراة، بكى وانهار بسبب التعصب الأعمى. يا جماعة خفوا من التعصب، التعصب عمره ما كان نتيجة لحل أزمة لاعب، لاعب واقع نفسيا، طبيعي أخوه لسه متوفي. ما كملش 24 ساعة زي ما بيقولوا كده بالبلدي، دمه لسه ما بردش في تربته. حرام عليكم، ارحموه، ارحموا أي لاعب سواء جماهير الاتحاد أو المصري أو الأهلي أو الزمالك أو الإسماعيلي أو أيا كان الأندية الجماهيرية، ارحموا اللعيب. كون إنك أنت بتهاجم اللعيب أو بتشتمه أنت كده ما بتعلهوش، أنت كده بتوقعه أكتر ما هو واقع نفسيا، اسنده ووقفه على حيله، وقفه على رجليه تاني، خليه يقدر إن هو يسلط طوله ويقف تاني ويكمل. لكن كون انك انت بتشتم اللعيب، انت عمرك ما هتنجحه، عمرك ما هتصلحه، عمرك ما هتقدر انك تخليه تقف جنبه. وقت ما هيحتاج ينجح اللاعب عايز تنجحه، نجحه بانك تسنده، بانك تدعمه، لكن مش انك انت تهد اللاعب. كون انك بتشتمه بالاب والام، اللاعب عمره في حياته ما هيديلك، عمره ما هيبقى ليه انتماء ليك انت كجمهور.